بابا بابا امي تجلس خليني اطعمي. اوكي بنتي، بدي انت من وين جبتي؟ شو هاي سندويشة؟ شو هاي؟ مرتديلا. مرتديلا؟ من وين جبتي يا عمري؟ من وين جبتي المرتديلا؟ من وين؟ جبتها من عند جيران، عطوني خبزة ومرتديلا. اخ يا بنتي، اخ اخ، هاي الدنيا اللي خلانا نحتاج الناس. اخ يا بنتي، لولا هالمرض لكنت نحت بالصخر ولا خليتك تطلبي من حدا ليرة يا بنتي. اه هالزمن. كلي انتي بنتي كلي، انا موجوعة مالي نفس اكل. لا بابا، انت ظلك يومين ما اكل. يلا بابا تجلس خليني اطعمي. حسبي الله ونعم. ليش؟ حرام اكون رب العالمين طيعمني صبي يحمل المسؤولية وانا وهالحالة، بس بكفي ان رب العالمين طعمني بنت بألف زمن. يا الله، بدي كلي انت على الضوء، انا على الضوء كلي بدي كلي يا روح انت كمان كلي. خير، شو بدك؟ عمو انت تعرف ان ابوي مرضى، اعطيني مصاري بس مشان اشتري دواء لابوي. شو؟ دواء مشان تشتري لابوكي؟ ليش انا ايش شفت منه؟ وقت كان هو على اجره حتى هلا بدي اشوف منه ابوه مرضان. راح ينقلي من هون، انسي انه لك عم. انا ما بعترف فيكم، انا لا انت ولا ابوكي ليش مشتريكم قشرة بصلة، ما لقيت معترف فيكم كلياتكم على بعضي، تمام؟ خليه ينسى انه عنده اخ وانت ينسي انه عندك عم. يلا روحي انقلي، انقلي من هون. بس يا عم ابوي عم بيموت، احنا ما عندنا مصاري ناكل. ان شاء الله يموت بلكي اخلص منه، وتلحقي انت الثانيه كمان اخلص منكم انتوا الجوز. انقلعوا يا دوب انا بلحق لي ولاولادي، ما عوزكم انتوا كمان انقلعوا. يا ربي شو هالعم؟ ليش هيك عم تسوي فينا؟ يا رب ساعدنا يا رب، منا غيرك. عم ما قصدي انا لسه كل يومين هي بتجي ابوي مرضان وابوي مرضان، يعني فاضلكم انتو اثنين يا زلمه؟ حلوا عني يا هيك احسن لي واحسن لكم، لا بعرفكم ولا بتعرفوني.
طلع سنين طلع من بيتي. ريحة. شو ريحة؟ كأني قطة فطسانة؟ أو شي حدا ميت؟ شو مي؟ أخوي؟ ايوه صار شيء اخوي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله. بابا وين عمك؟ يا بنتي عمو راح الله يرحمه ويغفر له ويحسن اليه. يا بنتي يا نورمان عمو مات راح لعند ربه. بس بدي افهم هلا شو استفاد من مصراته اللي خباها؟ شو استفاد من كل هالمصاري اللي كان عم يصمدهم ما عم يسترجي يصرف منه الليرة؟ عيش حاله عيشة الكلاب بالاخر مات 4-5 ايام هو ببيته ميت وما حدا حاسس عليه. مات رب العالمين اخذ امانته ومات. شو استفاد من مصراته؟ هلا مصراته شو بده يعمل له؟ بس افهم ليكم راحوا كلياتهم راحوا ورجعوا إلي. صح تعبت وتعذبت رب العالمين ممكن عافي إياها لآخرتي. هلا كل مصرياته صاروا بإسمي. الله لا طعمه أولاد ولا حتى مرته تحملته وضلت معه. كل شي صفي إلنا. أنا بس بدي أفهم ليش يكسوه هذا رب العالمين كان حاطه أمانة على مصرياته. هذا مو مصرياته، هذا مصريات رب العالمين. هو بس كان حارس عليهم حارس. أخ سبحانك يا رب. البخل هاي نهايته. شو راح يفيد البخل؟ أخ بس يا بنتي أخ الحمد لله على كل حال. قومي يا بنتي قومي خلينا نروح نشتري شوية طاقة. أيضا من مؤشرات نقص الإيمان البخل، والبخل هو الشح، هو حب الدنيا حبا يخالط شغاف القلب، فإذا دعي إلى نفقة واجبة ما استجاب، وإذا أراد ينفق على أبنائه ينفق وهو كاره، وإذا فتح له باب إلى الصدقة أو الأوقاف ما دخل، حتى أن بعض الناس يضمر عليه الشهر والشهر والشهر لم يتصدق بصدقة واحدة.